طبق اليوم كاري السبانخ مع جبن بانير الهندي. سبانخ بانير في مرق سميك ومتبل بالبهارات الهندية والزنجبيل والثوم ومزيج من التوابل الأخرى. وصفة بسيطة سهلة التحضير. مضاف إليه جبن بانير الهندي، وهي واحدة من الأطباق الشعبية في المطاعم الهندية. أحتاج إلى أوراق سبانخ طازجة. أقوم بقطف أوراق السبانخ، وأفضل أن أقطف معها جزء من الساق الطري العلوي، أما الجزء الصلب القريب من الجذر فأتخلص منه. أغسل هذه الأوراق وأشطفها جيدا عدة مرات لأتخلص من الشوائب. أقطع أوراق السبانخ وأضعها في الخلاط مع قليل من الماء لتفرم فرم ناعم، ثم أضعها جانبا. في قدر الطبخ أضع مقدار من زيت السمسم، ملعقتين أو 3 ملاعق طعام. أضع ملعقة شاي حبوب الكمون وأقلب الحبوب في الزيت حتى تطلق رائحة البهار. أضع الفلفل الأخضر الحار المقطع والكمية كما تحب. كذلك أضع شرائح رقيقة من الزنجبيل مقدار ملعقة طعام، 7 حبات من فصوص الثوم مقطع إلى شرائح رقيقة لأنني أحببت إظهار نكهة الثوم. أقلب الأعشاب في الزيت حتى تتحمر بعض الشيء وتطلق رائحة الأعشاب. أضع شرائح رقيقة من البصل وأتركها تلين بعض الشيء. ثم أضع مسحوق الفلفل الأحمر الحار والكمية كما تحب. أضع كوب من الزبادي أو كريمة طبخ إذا كنت تحبها قشدية وأقلب في المكونات. أقلب المكونات وأتركها تتكشن في الزيت دقيقتين. بعد ذلك أضيف المزيد من التوابل والملح. أضع أوراق الكزبرة الخضراء وأقلبها مع المكونات. أترك جميع المكونات تتسبك في الزيت بضع دقائق. ثم أضع كمية السبانخ المفرومة سابقا. أضيف بعض الماء
لتكوين المرق. أغطي القدر وأترك السبانخ ينضج دقائق. أتذوق الطعم إن كان يحتاج المزيد من الملح أو التوابل. أعيد تغطية القدر لأني أريد أن تتسبك هذه المكونات وتظهر القشدة أو الزبادي على السطح. وبعد ظهور طبقة القشدة على السطح أضع ملعقة طعام من الزبدة لأحصل على نكهة الزبدة في الطبق، وهذا اختياري. ثم أضع في الأخير قطع جبن بانير الهندي كما تحب وأغطي القدر دقائق. بعد مرور دقيقتين تكون قطع جبن بانير قد تشربت بعض المرق، لكنها لن تذوب بسرعة، وهذا ما نريده. أن تظهر القطع واضحة في الطبق، لكن مع إطالة زمن مدة الطبخ أو التسخين المستمر للطبق فسوف تذوب. سبانخ بانير الهندي جاهز، أضعه في صحن التقديم. زين وجه الطبق بقليل من الزبادي أو الكريمة القشدية وبعض أوراق الكزبرة الخضراء. يقدم كاري سبانخ بانير الهندي مع الخبز الهندي مثل الروتي أو خبز نان أو البوري، أو مع الرز الأبيض المطبوخ بدون بهارات. يمكنك أن تخفف المرق لتتحول إلى حساء أو شوربة سبانخ. أما إذا كنت نباتي خالص، يمكنك استبدال جبن بانير بقطع التوفو. في القائمة أنواع من الإدامات الهندية تصلح لجميع فئات الناس حسب توجهاتهم، وخاصة فئة النباتيين.